مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من مساء الخير. حلقتنا اليوم بنشوف فيها الشغف وحب العمل وتطوير الذات، وأيضا بنتعرف على مفاهيم جديدة في هذه الحلقة. مساء الخير عصام. مساء النور والسرور يا أسماء، وأكيد طبعا اليوم بالإضافة للي قلتيه يعني معاني جميلة حقيقة أنت أشرتي لها، وأيضا التنوع مشاهدينا في نوعية الضيوف اللي احنا دائما نتشرف باستضافتهم. نهدف الى طبعا اكيد التعرف على مفاهيم وامور جديده، وننتقل للترند كالعاده. ضمن جهودها لتوفير خدمات الرقابة والتفتيش والنظافة وتخصيص مركز الخدمات البلدية في العاصمة المنامة، وضعت أمانة العاصمة خطة لإدارة العمليات ذات الطابع البلدي خلال موسم عاشوراء 2023. المزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد الأسهلي. مساء الخير. مساء النور، طال عمرك. حياك الله. بداية، ما هي الخطة اللي طبعا أكيد تتبعونها لإنجاح الموسم؟ في البداية بغيت أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة، وتحياتي لمشاهديكم الكرام. طبعا موسم عاشوراء هو من أهم المواسم أو أهم المناسبات اللي تمر على برنامج أمانة العاصمة، تتضافر فيه الجهود مع الإدارات المختصة مثل المحافظة، الجهات الأمنية، الأخوات الأوطاس الجعفرية والمواكب الحسينية، عشان ننفذ فيها توجيهات الإدارة أو القيادة الحكيمة على لإبراز هذا الحدث بالصورة المناسبة طال عمرك والتي تليق به. من جانبها أمانة العاصمة طال عمرك عندها خطة موضوعة وخبرة متراكمة. سنويا هذا الحدث يتكرر في أمانة العاصمة، ونزيد فعالية الخطة مع كل عام طال عمرك. في العام الحالي خصصنا 150 عامل نظافة إضافي، بالإضافة إلى 100 حاوية للنفايات وسيارات التنظيف ونقل النفايات، بالإضافة إلى إيمانا منا بأن العمل يكون عمل تكاملي ما بيننا وما بين الأطراف المنفذة لهذا الحدث والمستفيدة منه. قمنا بزيارة دور العبادة ونشر التوعية والمساندة لهم في أدائهم لهذه المناسك طال عمرك. نعم. وعمرك الله يسلمك. يعني أنت طول العمر تكلمت يعني بشكل عام عن الخدمات طبعا أكيد يعني. نعم. وأيضا الآليات طبعا اللي أنتم تنفذون في هذه الخدمات بشكل عام، لكن خلنا احنا بعد نسلط الضوء أكثر على الجهود اللي بذلتها الأمانة لتحقيق أعلى معايير الرقابة، وما هو عدد عاملي النظافة الذين تم توفيرهم؟ يعني إذا كان في عندك رقم معين الله يسلمك. طال عمرك بالإضافة إلى الجدولة الثابتة للعمال، الجدول اليومي اللي هو في الفترة الصباحية يتم التنظيف، وفي الفترة المسائية في منطقة وسط المنامة أضفنا 150 عامل يتزامن عملهم مع مرور المواكب طال عمرك، بحيث أنه يكون التنظيف تلقائي ومتزامن مع مرور هذه المواكب. جميل. في مختلف المناطق، ووفرنا خطوط ساخنة للقائمين على بيوت العبادة، بحيث أنه يتم الاتصال المباشر مع المختصين ووصول الملاحظات اللي عندهم لنا بشكل تلقائي، فنقدر نتفاعل مع الحدث على حسب الحاجة طال عمرك. نعم جميل. بالإضافة في نقطة مهمة طال عمرك، الجانب التوعوي أنا جدا مهم بالنسبة لي. نعم. فتم الاتفاق مع خطباء المآثم أن يخصصون فقرة توعوية في خطابهم. جميل. عشان لأن العمل مثل ما أسلفت عمل تكاملي طال عمرك ما بين السكان وما بين الجهات الحكومية. طبعا أكيد، والنظافة في النهاية هي أكيد جزء من إيماننا. طيب خلنا نختم إحنا طال عمرك بنصيحة عامة. نصيحة وتوجيه طال عمرك أن الأعمال النظافة والحفاظ على العاصمة هو عمل تجتمع فيه كل الجهود، سواء جهود القاطنين والسكان وجهود الجهات الحكومية. احنا نرحب بأي ملاحظات توصلنا عشان نقدر نقدم خدمات أفضل والحفاظ على المكتسبات، سواء كانت منتزهات أو نظافة عامة. هو مسؤولية الجميع طال عمرك، وإحنا نكون مساندين لهم في هذا العمل. بارك الله في جهودكم مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد الأسهلي، شكرا لك. يعني احنا دائما يا اسماء نأكد على قضية التفاعل يعني المواطنين المقيمين مع الجهات ذات العلاقة، الملاحظات طبعا أكيد، وهذه يعني هي من سبل يعني من السبل اللي ممكن من خلالها أيضا أن الجهات أيا كانت الجهات الرسمية ممكن من خلالها أن تطور من عملها طبعا أكيد. نعم بكل تأكيد عصام. مشاهدينا الكثير منا يرغب في مراحل معينة بتغيير أثاث منزله أو غرفته، رغبة في التجديد أو بسبب أيضا العوامل اللي ممكن تأثر على جودة القطع اللي نشتريها، ودائما نسعى لشراء الجديد. اليوم ضيفتنا ابتكرت طرقها الخاصة في إعادة تدوير الأثاث وصناعة القطع المستدامة. خلونا نشوف هذا التقرير وراجع لكم. من منا لا يشعر بالراحة والرضا عند مشاهدة هذا النوع من المقاطع؟ هذا العمل تحديداً الذي يفتح آفاقاً من الطرق اللامتناهية لأساليب التعامل مع قطع الأثاث، وتحديداً إعادة صياغة القطع وتجديدها. هذا ما استطاعت فاطمة عبد الحسين أن تصل له عبر اتخاذ وظيفة صناعة وإعادة تدوير قطع الأثاث. فاطمة التي لم تقف عند عدم حصولها على وظيفة، فخلقت الفرصة لتفتتح مشروعها الخاص في ألمانيا حيث تعيش مع عائلتها. دعونا نتعرف على حكاية فاطمة وتلك القطع اليدوية عن قرب. ضيفة اليوم مصممة ديكور بحرينية مقيمة في ألمانيا، بدأ شغفها بإعادة تدوير قطع الأثاث وتجديدها طبعا، وتطور الموضوع إلى أن استطاعت فتح محلها الخاص بالديكور في ألمانيا. معنا اليوم فاطمة عبد الحسين حسن، أهلا وسهلا فيك. حياك الله. حياك الله. متى اكتشفتي هذا الشغف؟ وشلون؟ هو درست لأني تصميم داخلي في جامعة البحرين. نعم. هو ما كان شغف يعني من الطفولة، كنت أحب الأشغال اليدوية وأحب أي شيء يعني أعمله بإيدي، في نفس الوقت كنت أحب الهندسة الرياضيات، فيعني هي بالصدفة دخلت تصميم داخلي واكتشفت أن هاي الشيء المناسب إلي. حلو. إنه كان التصميم الداخلي هو دمج بين الرياضيات الهندسة والإبداع، هو دمج بين المنطق وبين الفن. حلو جميل. يعني فاطمة يعني تكلمتي أن أنت درستي الهندسة في جامعة البحرين ومن بعدها انتقلتي للعيش في ألمانيا. نبي نتكلم عن مرحلة التأقلم، مرحلة البحث عن عمل بما يناسب تخصصك الأكاديمي. في البداية كان عشان أقدر أحصل على وظيفة في ألمانيا كنت لا أحتاج أني أتعلم اللغة، كان هاي العائق الأول. تعلمتها بالسرعة، يعني اجتهدت اني اتعلمها وتعلمتها بالسرعه، بس كنت عشان ابحث عن وظيفه كنت احتاج اني انتقل الى مدينه اكبر. نعم. بس بسبب وجود اطفالي، بسبب يعني دخولهم المدارس كان صعب بالنسبه لي الانتقال، ففضلت اني يعني اظل في المحل اللي ساكنه فيه وابحث عن وظيفه، بس ما يعني ما في هاي الفتره ما قدرت اني احصل على وظيفه. نعم. يعني البعض إذا ما حصل وظيفة ينحبط، أنت ما انحبطتي ما شاء الله عليك، أنت يعني رحتي وبحثتي في ذاتك واكتشفتي شغف معين وعلى طول أنت ترجمتي إلى واقع. يعني أنا حاب يعني أعرف مراحل التنفيذ، شلون بدأتي وشلون كانت يعني هو في البداية ما كان يعني فكرة مشروع، كان بسبب الملل او انه يعني الفراغ، ولانه كان عندي شغف في التصميم الداخلي كنت اشوف المقاطع في السوشيال ميديا في بداية فترة الكورونا كنا منتقلين إلى بيت جديد، كنت أحتاج إني أعدل غرفة من البيت، كان تصميمها غريب شوي، فكنت أبحث عن قطع أثاث تناسب. ما حصلت قطعة مناسبة، فرحت إلى محل اللي أقدر أشتري منه الخشب والمواد البناء، يعني اخترت قطعة وصنعتها بنفسي. حلو. صورت هاي النتيجة، بديت أنشر في السوشيال ميديا. شفت إنه في إقبال، شفت إنه كان يعني شعور جميل إن صنعت شيء بإيدي. فقمت انتقلت للغرفة اللي بعد والغرفة اللي بعد، يعني كان بس مجرد تسلية. صرت أصور الخطوات، حبيت الشغل بالخشب أكثر. حلو. يعني كان إنه شلون من قبل كنت أحب إن أشتغل بإيدي، أحب الأشغال اليدوية، في مثل الوقت إني قاعدة أنفذ التصاميم اللي درستها، اللي بالضبط أنت تبينها وفي بالك، في بالي، واللي هي كانت يعني أساس التصميم الداخلي، فدمجت بين الشيء يعني. حلو. اشتغلت بإيدي ونفذت التصميم، صرت أشتغل أكثر. في مثل الوقت كان دارج إن إعادة التدوير. نعم. إني أعيد تدوير قطع الأثاث القديمة أو الأثرية، فحبيت إني أجرب هاي الشيء. جربته بعد، أخذت قطعة، جربت إني أعيد تجديدها، أغير لونها. أي. وعجبتني يعني. حلو. يمكن أنت كنتي في بلد غريب، شو قدرتي إن أنت تمكنين هذه الموهبة نفس ما ذكرتي، زين، وتخطيتي بعض النقاط، أنا بعرف النقاط الحين اللي أنت تخطيتيها كونك في بلد غريب عشان تفتحين هذا المشروع، يعني أنت بديتيها بخطوات مرتبة وخطوات عفوية. أيه. بعدها فتحتي مشروعك. أيه. كلمينا عن النقاط اللي واجهتيها. يعني في البداية كان بس مجرد إني أنشر في السوشيال ميديا، لما شفت إنه في إقبال بديت يعني مثل ما يقولون حبة حبة، إني القطعة اللي سويتها اللي شفت إن فيها إعجاب وفيها إقبال في السوشيال ميديا أعرضها للبيع. حلو. كانت قطعة يعني، ما كان مشروع كبير. وبديت أزيد، يعني كل مرة أخذ قطعة ثانية وقطعة ثالثة وأعرضهم إلى البيع. كلمينا عن الدعم اللي جاك من الأصدقاء، من العائلة، الأصدقاء في ألمانيا، من العائلة هنا في البحرين. أنا أحب دائما يعني الواحد المتميز يعني في جانب معين يكلمنا عن الدعم اللي جاله. صحيح. يعني أكبر دعم وأكثر دعم كان من زوجي، إنه كان هو، وجه له تحية طبعا أكيد، كان هو اللي يعني يساعدني في نقل الأثاث، كان يساعدني الدعم معنوي أولا، إنه يعني أي مشروع أو أي فكرة في بالي يقول نفذيها سويها، كان يساعدني في نقل الأثاث، في شحن الطلبات، على الرغم من إنه ساعات دوامه طويلة هو بعد يعني يشتغل، بس بعد الدوام كان يرجع ويساعدني. نعم. وعائلتي طبعا في البحرين، يعني على الرغم ان احنا بعيدين عن بعض، ولكن في تواصل يومي دائما، وفي كل شغله استشيرهم واحصل من دعم. بعد نوجه طبعا. اي اكيد. وطبعا هذا الدعم النفسي وايد مهم. من جهه اخرى نبي نتكلم ايضا عن اقبال الشعب الالماني مع القطع اللي انت تعرضينها من خلال مشروعك. الشعب الالماني يحب، يعني اللي شفته انه يحب القطع اللي مصنوعه يدويا، اللي يعني الشخص بذل جهد في صناعتها. حلو. مو مجرد انه يعني قطعه اثاث سعرها رخيص او جودتها رديئه، فكان في اقبال كبير على القطع اليدويه والقطع الاثريه اللي معاد تدويرها. جميل. شنو اللي جاي القادم الحين؟ يعني الخطه المستقبليه، يعني حلمي انه يكون عندي خط انتاج اثاث، يعني هاي اكثر شيء كنت استمتع فيه تصميمه وتنفيذه. كل التوفيق طبعا. وانتي الان بداتي المرحله الاولى، اللي بدا المرحله الاولى قادر انه يبتدي المرحله الثانيه والمرحله الثالثه، لان الكل مشروع علشان يتطور وينجح ويستمر نجاحه لابد ان يمر بمراحل معينه. انت بداتي المرحله الاولى ان شاء الله، والجاي سهلات باذن الله. مصممه الديكور فاطمه عبد الحسين حسن، كل الشكر لك وبالتوفيق مثل ما قال عصام. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل وراجعين. التأخر النمائي، وشنو هذا التأخر بالتحديد، حول التعريف والأسباب والأعراض وأهم الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع نقدمها معاكم خلال هذه الفقرة مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة أمل العيد، مدير عام مركز بلوسوم للتأهيل. مساك الله بالخير. مساء الورد. حياك الله، نورتينا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتورة. في البداية بنتعرف على التعريف العلمي للتأخر النمائي. هلا التأخر النمائي، كلمة تأخر بحد حالها بتنقسم إلى قسمين. عندنا تأخر بيكون في النمو، يعني بمراحل تسلسل الطبيعي للطفل، مثل القياسات اللي بناخذها بشكل عام، قياسات الدماغ، وزن الطفل، طول الطفل. وعندنا كمان تأخر بيكون بالتطور، تطور مراحل نمو الطفل. هلا لما نقول تأخر نمائي، تأخر نمائي شامل، بيكون عندنا تأخر في مجال أو مجالين في مراحل نمو التطور بشكل عام. الأسباب عندنا أكثر من سبب، في عندنا أسباب وراثية بيولوجية، عندنا كمان سبب البيئي. تعتبر البيئة هي من أهم أسباب إنه يطلع عندنا طفل تأخر نمائي. البيئة تقصد البيئة المنزلية ولا البيئة الخارجية؟ البيئة المنزلية والبيئة الخارجية. يعني إحنا قبل فترة طلعنا من أزمة الكورونا. طبعا فترة الكورونا بالذات، صار بعد الكورونا طلع لنا أطفال عدد كبير يعانوا من التأخر النمائي. كيف؟ نتيجة حرمان الطفل إنه من خروج بضلوا بالبيت، صار عندنا عزلة اجتماعية، صار الطفل أغلب وقته يستخدم الايباد. هذا ايش اثر؟ هذا اثر على تاخر في تطور جوانب اللغوي والتفاعل الاجتماعي. عشان هيك صار الطفل عنده تاخر نمائي. كمان الام اللي بضلها عامله للطفل حمايه زائده، بتخاف انه تخليه يجرب، كمان هذا الطفل بيطلع عنده تاخر، بيطلع عنده تاخر في مهارات الاجتماعيه، لانه دائما حاصل على اهتمام زائد، دائما الطفل ممنوع، دائما الطفل كمان الطفل الدليع دائما بيكون عنده كمان تاخر في مهارات اللغويه، لانه هو ما بيحكي، ما مستخدم اللغه، دون ما يحكي كل شيء واصله. ليش بده يحكي؟ يعني احنا بنأكد وبنحكي انه الام هي اساس النقطة الأساسية، إنه كيف تطور الطفل التأخر النمائي. كل ما أعطيته فرصة أكثر ودمجته بالمجتمع بشكل أفضل، كل ما كان الطفل أفضل، واكتشاف الحالة بعد بيكون أسرع طبعاً. أكيد. نعم دكتورة، أنا بنتكلم عن المجالات اللي ممكن يتأخر فيها الطفل في هذا الجانب. هلا احنا عندنا 5 مراحل أساسية. كل إنسان بمر فيهم. إذا صار في هذول المراحل المجالات خلل، بصير عندنا تأخر نمائي. أول شغلة بنحكي على مجال النمو. مجال النمو هو مجال الحركة. هلا أول ما يولد الطفل في تسلسل نمائي لمهارات الحركية، وعندنا كمان المجال اللغوي، وعندنا كمان مجال الاجتماعي والانفعالي، عندنا مجال الإدراكي ومجال الاستقلالي. أي مجال من هدول ما مروا بتسلسل النمو الطبيعي للطفل، بصير في عنا في فجوة بين الطفل وبين أقرانه. إذا صارت بالمراحل هاي، إذا الطفل على سبيل المثال طفل عمره 6 شهور، إيش المطلوب منه؟ المطلوب منه إنه يحاول يرفع راسه، المطلوب منه إنه يلتفت على الأصوات، لما نعطيه إشي بسيط يحاول يمسكه. إذا من عمر 6 سنوات 6 شهور الطفل ما قدر يعمل هاي الأشياء، هون إحنا بنكون بنركز إنه هذا الطفل في عنده تأخر، ما عنده تفاعل وما عنده تفاعل. من أي عمر يمكن إن إحنا نشخص الطفل بأنه مريض بالتأخر النمائي؟ هلا احنا يعني عمر محدد، احنا هو بالتأخر النمائي معتمد على الملاحظة المباشرة. ومين الملاحظة المباشرة؟ هي الأم. يعني من أول أيام الولادة الأولى، الأشهر الأولى لعمر 5 سنوات، الطفل هو أصلا تحت المجهر، هو مراقب في أي مرحلة من المراحل. يعني أنا طفلي عمره 2 سنين، لعمره 2 سنين لحد الآن طفلي ما بحكي كلمات. طب أنا بقارن طفلي مع ابن عمه، مع ابن خاله، مع أو مراحل النمو الطبيعية. في طفل في عنده تأخر بجانب اللغوي، ليش لحد الآن ما بحكي كلمات أو ليش ما بيستجيب للأوامر؟ بالعمر هذا إنه صار في عنا وين الفجوة هاي. الفجوة هاي بنعرف إنه من هون بلش عنا التأخر. يعني إحنا بنركز من عمر الولادة، يعني أول 6 شهور لعمر 5 سنوات الأساسية الأولى. نعم دكتورة، هل كل طفل يعاني من التأخر النمائي؟ هل هو طفل توحد أم لا؟ هلا طبعا هاي من اكثر القضايا بنسمعها من الامهات، كثير بخافوا اذا كان طفلهم تاخر نمائي انه يصير توحد. طبعا مستحيل، لانه التاخر النمائي له خصائص واساليب وانماط خاصه، والتوحد غير. لما نحكي عن التوحد، التوحد هو اضطراب عصبي يولد مع الطفل وله خصائص معينه. التاخر النمائي هو طفل بيكون طفل طبيعي، بس هذا الطفل عنده تاخر في جانب او جانبين من مهارات الحياه. واذا اخذ الرعايه والجلسات التدريبيه بشكل مكثف وبشكل صحيح، يمكن هذا الطفل يرجع طفل طبيعي ويمارس حياته بشكل طبيعي. حلو. الان انا يعني شكيت ان ابني عنده حاله تاخر نمائي، شنو يعني الخطوات الواجب اتخاذها؟ شنو ممكن؟ طب هلا انت يعني ما شكيت الا انك انت لاحظت، هلا لاحظت في شيء عنده. نعم. هلا اول ما انا بلاحظ اول شخص بيفيدك هو طبيب الاطفال. ليش طبيب الاطفال؟ لانه طبيب الاطفال بنشوفه احنا لما نخلف بيبي كل فتره بيرجع على بيروح يراجع المركز الصحي، شو الهدف؟ انه يشوفوا مراحل النمو عنده، هل مراحل النمو ماشي بشكل صحيح او في تاخر. احنا بنراجع طبيب الاطفال، اول شغله طبيب الاطفال بيعمل لنا صوره للدماغ، بتاكد انه الدماغ سليم. بعدين ببلش يشوف لنا مراحل النمو الطفل، المراحل الحركيه، هل المراحل الحركيه عند الطفل نمت بشكل طبيعي ولا في عندنا تاخر؟ على سبيل المثال طفل عمره 3 سنوات لحد الان الطفل ما بمشي، الطبيب الاطفال بحولك على وين؟ طبيب المختص او الاخصائي المختص حتى يعطيك جلسات. نفس الشيء المهارات اللغويه، طبعا الاساس عندنا طبيب الاطفال ثم يحول للخدمات اللي عنده الطفل فيها اللي في عندها في خلل، يعني اذا حركي بيروح على علاج الطبيعي، اذا كان نطق بيروح على الاخصائي الوظيفي. المتخصصين. المتخصصين، مرحله المتخصصين. بس الاساس الملاحظه هي في تقييم عام او فحص عام واكتشاف المشكله ومن ثم ننتقل للمرحله الاخرى طبعا اللي هي عند المتخصص. صح. نعم دكتورة، أنا بنتكلم أيضا أنا بعد هذه التأكد من وجود الحالة، حالة التأخر النمائي، شو ممكن أن احنا نتعامل مع هذه الحالة؟ اوكي، هلا احنا دائما انا بحكي انه اصلا الحمد لله نعمه كثير انك انت تعرفي انه ابنك عنده تاخر نمائي بعمر صغير. صحيح. ليش؟ انه كل ما انا عرفت انه هو بعمر صغير انه عنده تاخر نمائي انا بقدم له خدمات. نعم. كل ما اقدم له خدمات كل ما ان انا حاولت اساعده انه يعني بعمر كل ما يكبر انه يكون اموره تمام. نعم. خصوصا المراحل الحرج الاولى، يعني من افضل انه انا طفلي عمره 3 سنوات ولا 4 سنوات اقدم له خدمه. نعم. كل ما كان اصغر كل ما كان النتائج افضل. نعم. هل التأخر النمائي بالضرورة يؤدي إلى تأخر لغوي عند الطفل؟ طبعا هو يعني احنا بناء على الملاحظه اللي احنا بنشوفها اغلب الاطفال اللي عندهم تاخر نمائي بيكون عندهم تاخر لغوي. ليش؟ لانه مراحل النمو مترابطه ببعضها، يعني اذا الطفل عنده تاخر بالادراك اكيد راح ياثر على اللغه. صحيح. بس انا حاب اطمن الامهات بنقطه مهمه على انه طفلك اذا تم تشخيصه انه تاخر نمائي موضوعه بسيط، احنا بس بنحاول ببلش ياخذ جلسات، بنشوف وين الخلل، بنحدد وين الخلل، هل التاخر بجانب لفظي لغوي ادراكي اجتماعي، ومع جلسات التدريب مع الأخصائيين يمكن يرجع ويندمج لحياته الطبيعية ويروح على مدرسة ويروح على روضة بشكل طبيعي. نعم دكتورة، عشان بعد الأمهات يطمنون أكثر ويكون عندهم يعني فكرة أعمق عن الموضوع، نبي نتكلم عن محتوى الجلسات والعلاجات اللي تستخدمونها لمثل هذه الحالات. أوكي، هلا أول شيء لما الطفل خلاص تم تشخيصه إنه يعاني من تأخر نمائي بيتم عملية تقييمه، شو يعني تقييم؟ بنشوف الطفل شو نقاط القوة ونقاط الضعف، بنركز بنشوف إنه الطفل عنده نقاط ضعف معينة، بيتم إعداد خطة تربوية فردية للطفل، والخطة هاي بيشارك فيها ولي الأمر لأنه بيتم تدريبها من قبل أخصائي تربية خاصة، أخصائي وظيفي، أخصائي تكامل حسي، أخصائي، يعني مجموعة أخصائيين بيقوموا بتدريب الطفل وبعدها إن شاء الله مع التدريب راح الطفل يتطور. حلو. في قضية مهمة حابين نحن نأكد عليها أيضا من خلالك دكتورة، أهمية الاكتشاف المبكر لحالة التأخر النمائي. أوكي. إلى أي مدى تؤثر بشكل إيجابي في العلاج؟ هلا كل ما احنا حكينا دائما عندنا تدخل مبكر يعتبر نقطة أساسية، تدخل مبكر يعني تخيل أنا نقطة أساسية بحياة كل إنسان، أنا دائما لما أمسك المشكلة من بدايتها بنعمل عنا على وقاية، نعمل عنا على حد من المشكلة. هلا كل ما أنا قدمت لطفل لأنه بالمراحل الأولى المراحل الحرجة كل ما كانت النتائج أفضل، يعني تدخل مبكر هو مهم جدا. يعني احنا زمان شو كانوا يحكوا لنا إذا الطفل عمره 3 سنوات ما حكى بيحكوا لك أبوه تأخر أو خالته تأخرت أو ابن عمه تأخر. هلا الآن ما في عنا انه ابوه او خالته او كذا، الان لا، في عندنا تدخل مبكر، انت مجرد ما لاحظت انه ابنك عنده مشكله لازم نحوله للاخصائيين ونبلش بالعلاج. ليش العلاج؟ لانه العلاج الان بالمراحل الحرجه بيكون سريع. نعم. مش اني انا اخضعه اوديه على روضه بعدين الروضه ترفضه ورد ارديه على المدرسه والمدرسه ما تاخذ الطفل، هلا بصير هاي المراحل كلها بتاثر على نفسيه الطفل. نعم. احنا نبلش من هو صغير حتى ايش؟ انه ما نصل لمرحله عمر 5 سنوات و6 سنوات نوديه على الروضه او المدرسه يتم رفضه. يعني هل يمكنهم الالتحاق بالمدرسة؟ أكيد. والروضة؟ أكيد، يعني بشكل طبيعي، بس إذا إيش تم اتخاذ برنامج صحيح ولما مع رأي الأخصائيين يحكوا لك إنه ابنك الآن جاهز ندمجه بالروضة وبالمدرسة. هل في إرشادات معينة دكتورة؟ أكيد. يعني في حال هو كان في الروضة أو في المدرسة وإنه هو كان يعاني من هذه الموضوع، هل في ارشادات يجب اتباعها في ذاك الوقت؟ يعني هلا الان في مرحله تسجيل الروضه والحضانه والمدارس، هلا شو بصير الا لما مديره الروضه او المدرسه تقابل طفل في مقابله اوليه، اذا حست الطفل انه مو طفل طبيعي بس ولكن عنده تاخر، هلا الصح انك لا تخضي عندك بالروضه او بالمدرسه، ليش؟ لانك بتظلميه، كيف تظلميه؟ انت حطتيه ببيئه غير مناسبه لقدراته، هلا احنا شو عملنا بالمراكز؟ فتحنا مركز بلوسوم، فتح صفوف خاصه للتاهيل للروضه والتاهيل للمدرسه، هذا الطفل هو طفل طبيعي بس ولكن عنده تاخر بجوانب معينه، في لهم الان صفوف معينه بتم تدريبهم واعطائهم جلسات خاصه ومنهاج خاص، كمان في مناهج للتربيه بس ولكن التدريس بشكل فردي، لما الطفل يتقن المهاره ونحسه من ناحيه لغويه، من ناحيه ادراكيه، من ناحيه اجتماعيه جاهز، بتم وضع ايش؟ التواصل مع الاسره ونحكي لهم انه الان ابنك جاهز، بنقدر نتواصل، نقدر ندمجه وين؟ بالروضه او المدرسه، وبكون خطه مشتركه بيننا وبين المدارس والروضات. جميل. يعني احنا تكلمنا عن دور اهل الاختصاص، سواء انتم في المركز، الطبيب العام، المختصين بعدين في مرحله ما او المرحله الثانيه، لكن دور الابوين الوالدين يعني في شنو يتمثل اليوم؟ يعني اتكلم كاحتواء لهذا المرض، كتعامل حتى في شو يتمثل دورهم اليوم؟ طيب يعني؟ هلا خلينا نحكي الان احنا اكثر مشاكلنا اللي انا بشوفها خصوصا بالبيئه البحرينيه هي تاخر لغوي. هلا ليش تاخر لغوي؟ تاخر لغوي لانه احنا دائما اولادنا على الايباد لفتره طويله، وعندنا الخدم كثير، دائما الطفل مع الخادم، الطفل بحاجه لمحادثه، الطفل بحاجه ان نفتح معاه حوار، هلا انت بدك ابنك يصير على سبيل المثال انه بيعرف يحكي، طب بده منك، مطلوب منك حقوق انك تقعد معاه، تحاوره، شو صار معك اليوم؟ شو تسلسلك؟ وين اليوم بدنا نطلع؟ يعني دائما يكون في لغه حوار بينك وبين ابنك، قبل ما ينام نقرا له قصه، كل هاي الاشياء بتزيد عندنا على المحصول اللغوي، اهتمامنا بالطفل، ما نخلي الطفل دائما طفل دليع، احنا لازم نخليه يعتمد على حاله، ليش؟ لانه راح يروح على روضه، يروح على مدرسه، بده يصير ايش؟ بده يصير يعتمد على حاله، بده يحمل الشنطه، كل ما كان الطفل خاضع للبيئه وانه احنا كاولياء امور اعطيناه فرصه انه يجرب وانه يحكي واعطيناه الاهتمام، كل ما كان طفل متميز. اما في بعض اهالي يعني طفلهم ما فيش وقت انهم يحكوا معه، يعني ممكن هذا المرض ينتج عن اهمال، مو بس كمرض عضوي، صح؟ صح. اوكي دكتوره، انا في نقطه لفتتني قبل شوي، قلتي ان انتم مسويين يعني صفوف للاطفال المتاخرين، التاخر النمائي، هل تجمعونهم على حسب حالاتهم مع بعض ام تكون صفوف منفرده؟ شوفي هلا هاي الصفوف هي الفكره طلعت، يعني ليش اجت الفكره؟ الفكره بلشنا انه في اطفال بيروحوا على الروضه، الروضات بيرفضوهم. هلا تخيل ولا روضه قابله ابنك، هلا الام كمان صعب عليها توديه على مركز تربيه خاصه. شو عملنا؟ عملنا ايش؟ عملنا صف خاص، الطفل الصف هذا بيتكون من 7 طلاب او 5 طلاب، هذول الاطفال ما بندمجهم مع الحالات الاخرى، لا توحد ولا اعاقه عقليه ولا شيء، نفس الحالات بتكون بقسم الصف لا يتجاوز 7 طلاب، بياخذ كل طفل جلساته بشكل فردي، يعني انا في خطه بشكل فردي بيتم ايش؟ معالجتها. بالنسبه حق يعني سرعه او مدى استجابه الطفل او مريض التاخر النمائي للعلاج، هل تختلف من حاله الى حاله، من شخصيه الى شخصيه، من بيئه الى بيئه؟ هلا ولا هنا في مراحل معينه خلاص اذا اجتاز هذا الطفل هو سوف يصل الى نسبه شفاء معينه في المرحله الفلانيه مثلا؟ هلا شوف، هلا احنا كاشخاص طبيعيين في بيناتنا فروقات فرديه، صحيح. هلا كمان الطفل التاخر النمائي في ايش؟ فروقات فرديه. هلا احنا بيعتمد نسبه تطوره على وضع الخطه الصحيحه، كل ما كانت الخطه صحيحه، كل ما كان اساليب التدريس صحيحه، كل ما ساعدنا احنا بتطور الطفل، وكمان انه الاخصائي بدرب، كمان الام لها لازم بالبيت كمان اللي بدك انت تساعدي بانه الخطه تنجح وابنك يتطور بشكل سريع، ان الاخصائي بيدرب وانت بدك تدربي بالبيت، عشان نكون نسبة التطور سريعة. في أطفال كثير اندمجوا بالروضات واندمجوا بالمدارس، يعني في قصص كثير أمهات كثير انبسطوا أنهم أولادهم مارسوا الحياة بشكل طبيعي. نعم جميل طبعاً. طيب أنت تكلمتي عن البرامج، أنا بصراحة صار عندي فضول أتعرف أكثر على المركز بشكل عام، أنت تكلمت عن نوعية البرامج الآن الموجهة لمريض طبعاً التأخر النمائي، خصوص البرامج المتعلقه بالتهيئه للروضه والمدرسه، كلمينا عن المركز بشكل عام دكتوره. المركز مركز بلوسوم. نعم. هلا مركز بلوسوم هو مركز لذوي الاحتياجات الخاصه، المركز هذا بيستقبل اطفال التربيه الخاصه بشكل عام، التوحد، الاعاقه العقليه، التاخر النمائي، بيستقبل اطفال عندهم مهارات حركيه بسيطه بيعانوا منها. هذا المركز بيكون في عندهم اقسام، عندنا قسم التربيه الخاصه، عندنا قسم التهيئه للروضه، عندنا قسم التهيئه للمدرسه، عندنا قسم للنطق للعلاج الوظيفي وللتكامل الحسي. هلا كل قسم بحد ذاته عالم طبعا، وطريقه انه وضع الاطفال. هلا انا ما بصير ادمج الاطفال يعني التوحد مع الاعاقه العقليه، نعم. احنا حتى بعمليه اختيار الصفوف توزيع الاطفال في معايير محدده، لازم يكونوا نفس العمر، لازم يكونوا نفس الصفات، يعني باكثر قدر ممكن يكونوا نفس الشيء، نعم. ما يكون يعني الكبار مع الصغار، لانه احنا قاعدين نعمل خطه علاجيه، احنا ما بدنا يوم نكتسب سلوك من بعض ويصير الامور اسوء، احنا بدنا نعدل، احنا ما بدنا نخرب. هلا المركز في عندنا كانت الفكره الجديده اللي اقترحت انه هي صفوف التهيئه للروضه والتهيئه للمدرسه، والحمد لله حققنا نتائج جدا كويسه، كمان ساعدنا الام انه انت لا تحسي انه بخوف اذا ابنك ما قبلوه بالروضه، عادي هي عباره عن فتره بسيطه، بيجي الطفل للمركز بيلتحق بصفوف الدمج، بيتم تعديل نقاط الضعف اللي عنده، ثم يتم ايش؟ برد يراجع مع اقرانه وباخذ البرنامج بالروضه بشكل طبيعي والمدرسه. الله يبارك في جهودكم ان شاء الله. واحنا فخورين حقيقه بما تقومون من خلال المركز طبعا. اكيد احنا مشاهدينا نشكر باسمكم الدكتوره امل العيد مدير عام مركز بلوسوم، شكرا لك مره ثانيه. كل الشكر لك، وتحيه لجميع القائمين على هذا المركز. واحنا مشاهدينا وصلنا الى الختام، نشوفكم باكر على خير، مع السلامه.